الدبلوماسيه، واعتقد كل سنه النادي الاهلي بينجح في تنظيمها بشكل كبير جدا. وزي ما قال عمر كده، الدور الوطني واضح جدا من قبل النادي الاهلي، والدور الدبلوماسي والاجتماعي. يعني النادي الاهلي يعني بيمشي في العديد من الاتجاهات الجيده جدا، واللي بيكون ليها انعكاس كبير جدا على جميع الجوانب الخاصه بالرياضه المصريه بشكل عام. طيب، كمان من ضمن اخبارنا واللي خاصه بالفريق الاول لكره القدم بالتحديد، محمد نجيب بقاله كتير جدا غايب، لعيب مهم، لعيب عنده خبرات كبيره، حقق بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي محمد نجيب. بالتالي هو الراجل يعني هيعمل اشعه ان شاء الله باذن الله غدا علشان يتم عرض هذه الاشعه على دكتور احمد عبد العزيز، طبعا رئيس اللجنه الطبيه بالنادي الاهلي، ومن خلال هذه الاشعه يتم تحديد المده المتبقيه لمحمد نجيب حتى عودته ان شاء الله باذن الله للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، ومن ثم كالعاده ان شاء الله المشاركه في المباريات طبقا للرؤيه الفنيه. طبعا الجهاز الفني لعيب كبير جدا محمد نجيب، وكان عنده قطع في الرباط الداخلي للركبه، وخلاص اعتقد ان هو في المراحل الاخيره من العلاج من هذه الاصابه.